إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة أنا السيف في هذه الحلقة الخاصة لنتحدث عن موضوع خاص جدا متعلق بتصفية القيادات الميدانية ديال مرتزقات البوليزاريو من طرف المغرب. ومنذ 13 نوفمبر 2020، أي منذ العملية ديال القرقرات، استطاع المغرب أو استطاعت القوات المسلحة الملكية على أنها تقوم بتصفية نصف القيادات الميدانية ديال مرتزقات البوليزاريو بدون خسارات جندي واحد، عن طريق بطبيعة الحال عملية التبندير في المنطقة العازلة وعن طريق الطائرات المسيرة المغربية. لكن السؤال اللي كتطرح الآن، كيفاش هذه المسألة ديال القيادات الميدانية وبلومبطوش وجماعته مازال كيلتقطوا في السلفيات والصور في مخيمات الضلوع العار في تندوف؟ هذه المسألة اللي غادي نشرحها لكم الآن، لأنه خصكم تفرقوا ما بين قيادي ميداني وما بين القيادات اللي هما الجماعة ديال بلومبطوش. الجماعة ديال بلومبطوش، هادوك الجماعة ديال التصاور والسيلفيات وانتصار عن طريق السيلفي وعن طريق الصور هنا وهناك، هادوك ما كيغادروش مخيمات الضلوع العار في تندوف الا بلومبطوش اللي بطبيعة الحال كتوفر ليه طائرة رئاسية ديال حاضرات الجزائر عن طريق او على ظهور البصبعيين والجزائريين المستحمرين الذين يقفون في الطوابير ليل نهار. هادوك ديما كيحاولوا على انهم يصيفطوا شي بلاصة باش يلتقط الصور عن طريق جواز السفر الجزائري وعن طريق كذلك طائرة رئاسية جزائرية، وكلنا نعلم طبيعة الحال الفضيحة ديال إسبانيا وما حدث هناك. لكن القيادات الميدانية شنو كنعني بهم؟ كنعني بهم واحد قيادي في مرتزقات البوليزاريو اللي كيقود مثلا واحد فرقة ولا كاتبة ولا، ومع العلم أننا هذا المفهوم ديال الكتائب وديال التقسيم العسكري ما كيدخلش في نطاق الميليشيات، لكن هادو هما القيادات الميدانية اللي كنتكلم عليهم. يعني كيقود واحد مجموعة ديال الميليشيات وكيحاول على أنه يدخل للمنطقة العازلة فكيتبندر. هادو هما القيادات الميدانية. فهادو هاد القيادات الميدانية متابعينا الكرام، وعلى رأسهم كذلك مجموعة من القيادات الميدانية اللي كانوا مسؤولين على ما يحدث في القرقرات وعلى قطع الطريق في القرقرات وتلك العربدة اللي كنا كنشوفوها تماك، هاد القيادات الميدانية النصف ديالهم تبندر منذ 13 نوفمبر 2020، النصف ديالهم تبندر او اكثر من النصف. ونحن يوم امس كذلك شفنا تبندير اخرى في المنطقة العازلة، وعلى رأسهم كان هناك قيادي ميداني اخر. اما هذوك القيادات ديال الصور والسيلفيات ثم الى ذلك الجماعة ديال بلومبطوش، هذوك منهم لحضرات الجزائر. حضرات الجزائر هي اللي كتعينهم، هي اللي كتعين هذه القيادات اللي كاينة الان في مخيمة الضلوع العار في تندوف. وبلومبطوش والجماعة ديالو هما اللي كيعينوا هاد القيادات الميدانية اللي يتم التضحية بهم في المنطقة العازلة، يرسلونهم إلى المنطقة العازلة للتضحية بهم. فهاد القيادات الميدانية قبل 13 نوفمبر 2020 عدد كبير منهم كانوا كيخرجوا وكيهددوا وسوف نخترق الجدار إن كانت هناك حرب وسوف نفعل كذا ونفعل كذا. لكن جاءت العملية ديال القرقرات، ومنذ ذلك الحين المغرب استطاع على انه يصفي هاد القيادات الميدانيه، ومنهم متابعينا الكرام من لديه الجنسيه الجزائريه وكان يتم ارسالهم للخارج للتدريب على تنفيذ عمليات ارهابيه والخضوع لتدريبات عسكريه. منهم من كان يرسل الى كوبا، منهم من كان يرسل الى فنزويلا، منهم من كان يرسل الى دول اخرى معروف الطرح ديالها بطبيعه الحال ومن تناصر، فكان يتم إرسالهم هناك للتدرب، وكان يصرف عليهم نظام حضارات الجزائر أموال طائلة من أجل أن يتم تدريبهم. في نهاية المطاف تبندروا تقريبا النصف ديالهم أو أكثر من النصف، لأن في كل تبندير كتسمعوا شي قيادي ميداني آخر تبندر، لأنه فاش كتكون هناك عملية ديال التبندير كتبندر المجموعة كاملة ما كيخليو فيهم حتى شي حد. فهادو هذا هو المعنى ديال تبندير ديال القيادة الميدانية. اما هذوك اللي كاينه في مخيمات الضلوع عرفتي، فهذوك ما كيقدروش يخرجوا من غير بلومبطوش بطبيعه الحال اللي كتستخدموا او كيستخدموا نظام حضارات الجزائر في البهرجه الاعلاميه ديالو في كل مره. ما عندهمش القدره بطبيعه الحال على الخروج من مخيمات الضلوع عرفتي بدون جواز سفر جزائري، لانه فورا خروجهم من مخيمات الضلوع عرفتي شي حد ما كيبقى يعترف ديك الجمهوريه وما عرفت شنو وجواز السفر صحراوي وما عرفت شنو، حتى شي حد ما كيعترف بهذا الشيء على المستوى الدولي، فكتعطى لهم جواز السفر وجنسيه جزائريه. هذا الشيء علاش قلت لكم حتى هذوك القيادات الميدانيه اللي كانوا كتسيفطوا للخارج راه اغلبيه فيهم عندهم جنسيه جزائريه،
لأنه ما يمكنش يخرجوا من أراضي حاضرات الجزائر بدون تلك الجنسية وجواز السفر الجزائري. فهذا هو المعنى متابعينا الكرام ديال أن المغرب استطاع أن يقوم بتصفية النصف أو أكثر من النصف ديال القيادات الميدانية في مرتزقات البوليزاريو، طبيعة الحال عن طريق الاستخبارات العسكرية والتتبع والأقمار الاصطناعية ومجموعة من العوامل الأخرى. ما غاديش ندخل في التفاصيل ديالها لأن هذه كتبقى طبيعة الحال من الأسرار العسكرية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.